بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في الحصة الماضية كان درسنا قصيدة نصيحة أم لابنتها للشاعر حليم دموس. هذه القصيدة توضح لنا كيف تنصح الأم ابنتها، فماذا قالت؟ ربة البيت الكتاب صفحة 61، صفحة 61. كلنا فتحنا الكتاب، عندنا الليلة تثبيت للقصيدة أو للقصيدة عشان نقدر نقراها ونعرف قراءتها، ونطالبكم بالحفظ، حفظ القصيدة. القصيدة ما حنقدر نحفظها ما لم نكون عرفناها وثبتناها وعرفنا قراءتها قراءة صحيحة. ربة البيت وأم الولد، أنت للأوطان أصفى موردي، فإلى الأخلاق سيري تسعدي، يا ابنة اليوم ويا أم الغد، ليكن طفلك في هذا الزمان مغرما بالعلم شهما زفتان، يفعل الخير ويأبى أن يهان، يا ابنة اليوم ويا أم الغد، علميه الصدق في أنبائه، واجعل التبذير من أعدائه، واغرس الإخلاص في أحشائه، يا ابنة اليوم ويا أم الغد، علميه كيف يرعى الذمم، علميه كيف يهجر العلم، علميه كيف يحمي الحرمة، يا ابنة اليوم ويا أم الغد، منك أم، منك أخت والزميلة، منك نرجو نزع آثار الرذيلة، منك نرجو نشر ألوار الفضيلة، يا ابنة اليوم ويا أم الغد. احنا شرحناها الحصة اللي فاتت وعرفناها، دارين نشتغل تدريبات في صفحة 63. كلنا نفتح الكتاب صفحة 63. أنا بحلها لكم، لكن بطالبكم إنه التدريب بعد ما أنا أحله لك وشبهتك، أنت تحلوا لي أو أنت تحلي لي في الكراس وتكتبي لي كما مكتوب في الكتاب. كتاب صفحة 63 عندنا كلمات، اللي هو التدريب ب في صفحة 63. عندي كلمات مكتوبة: الخير، الصدق، العلم، الإخلاص، المتعلمة. عايزين نشيل كل كلمة نحطها في المكان المناسب. أول كلمة قالت لنا الأم، الأم يا ذات، نشوف في الكلمات دي الكلمة المناسبة. إذن الأم أكثر كلمة مناسبة، المتعلمة التي تربي أولادها على حب. إحنا بنحاول نربيهم على شنو؟ أو الأم بتحاول تربي أولادها عشان يحب شنو؟ يحب شنو؟ يحب العلم. عندي كلمة العلم تحطيها على حب العلم، وتعودهم. احنا زي ما شفنا في القصيدة ان الام نصحت بنتها انه تربيها على شنو؟ على الصدق والاخلاص للوطن وعمل الخير. عندنا مكتوبة هذه الام المتعلمة التي تعلم ابنائها الصدق وتعلمهم الاخلاص وتعلمهم عمل الخير، دي بتعمل شنو؟ تقدم لوطنها أبناء صالحين وبنات صالحات. إذن تكتبوا لي الكلمات دي زي ما أنا شرحتها وقلتها لهم. إذن التدريب الأول: صل كل كلمة في العمود الأول بما يقابلها في العمود الثاني. دائما بتصادفنا كلمة يقابل، يقابل ممكن يكتب لك ما يقابلها، ممكن يكتب لك عكسها، يعني ما يقابلها معناها عكسها. لما نقول لك مثلا طويل عكسه قصير، او طويل يقابله قصير، سماء ارض، دي معناها المقابل، فاحنا عايزين المقابل. عندنا العمود الاول عندنا الفضيله، البغض، التبذير. العمود الثاني الاقتصاد، الرذيله، الحب. طيب الفضيله اللي هي العمل الفاضل، العمل الجميل، الفضيلة عايزين عكسها، هنشوفوا في ثلاث كلمات الرذيلة. وده تعلمني لأنه دائما في
التوصيل تربيه واحد عندنا العمود الأول عندنا الفضيلة عندنا البغض عندنا التبذير العمود الثاني عندنا الاقتصاد عندنا الرذيلة عندنا الحب عايزين نشوف كل كلمة وما يقابلها اللي قلنا ما يقابل اللي هو العكس دائما توصل لي بين الكلمة الأولى والكلمة وما يقابلها الفضيلة قلنا معناها العمل الجميل يبقى معناها طوال ما يقابلها هي الرذيلة اللي هي العمل الغير حسن عمل قبيح الفضيلة توصل لي بشكل عكسها الرذيلة طيب البغض البغض يبغض الشيء معناه يكرهه والبغض هو الكراهية البغض عكسها أو ما يقابلها الحب أخيرا عندنا كلمة التبذير وإن المبذرين كانوا أطفال الشياطين ممنهين عنه التبذير هو صرف المال في غير موضعه يعني دول يحاول يودي القروش بأي شكل ثاني حاجة ما محتاج لها يمشي يشتريها فهذا هو التبذير الشخص المبذر من المبذرين كانوا أطفال الشياطين عكس التبذير عندنا مثال هي أن يكون مختصرا الاقتصاد أنا حليت اليكم عشان تحاولوا تحلوا لي التدريب ده لكن ما ححل كل التدريبات. عندنا التدريب الثاني ده التدريب الأول، التدريب الثاني هذا المفرد وسبق إنه اشتغلنا المفرد في الحصة الماضية وما كانت في المحفوظات ولكن كلنا نعلم إنه مفرد ومثنى وجمع. هنا عايزين المفرد كلمة الذمم مع المفرد قلنا الحاجة الواحدة. الذمة مفردة الذمة أبناء مفردة ابن آثار مفردة أثر أعداء مفردة عدو طيب الجمع اللي هي الكلمة الواحدة عكس الحكاية عايزين أكثر من ثلاثة فما فوق للعدد الجمع أم تجمع على أمهات الولد الأولاد أخت أخوات الزميلة الزميلات هنا نكون كتبنا التمرين الثالث وفي الكراس تحفظوا لي القصيدة وتنزلوا لي التدريبات وردتكم لها دي وتدريب واحد تدريب اثنين تدريب ثلاثة وتحافظوا على الحفظ لازم تحفظوا القصيدة شكرا جزيلا